أنا نفسي شخصياً كنت محاضراً ومدرساً في جامعة بيرزيت لمدة 15 عاماً، فأشكر الجامعة لإتاحة الفرصة لي للعودة مرة أخرى إلى حرم جامعة بكين للالتقاء بعديد الطلبة والحديث في قضية تهمني بشكل كبير، وهي قضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ فترة طويلة. هذا العام، عام 2017، هو يجمع العديد من الذكريات. فمن جهة، هذا العام 2017 تأتي الذكرى المئوية على وعد بلفور المشؤوم الذي قدمه وزير خارجية بريطانيا في ذلك الحين، والذي وعد فيه بإعطاء أرض فلسطين من أجل إقامة دولة إسرائيل، وهي أساس المشكلة الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني. من لا يملك أعطى لمن لا يستحق. هو لم يكن يملك أرض فلسطين وأعطاها لأناس ليسوا لهم أي حق في أرض فلسطين. وهنا بدأت المشكلة، وهنا بدأت المعاناة، وهنا بدأت القضية كلها. هذا العام يكون ذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم الذي تحول إلى كابوس كبير بالنسبة لشعبي الفلسطيني. هذا العام 2017 هو ذكرى مرور 70 سنة على نكبة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني المسالم الوديع الآمن الذي عاش في أرضه فلسطين ليجد نفسه في عام 1948 شعبا مشردا وشعبا لاجئا، وهذا اللجوء وهذا التشرد مستمر منذ 70 عاما. يعيشون في مخيمات اللجوء في دول الجوار العربية وغير العربية، يعانون الكثير وينتظرون ويتوقون للفرصة لتطبيق حق العودة، بالعودة إلى وطنهم، إلى أرضهم، إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي تركوها منذ 70 عاما. هذا العام 2017 هو ذكرى مرور 50 عام على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية بما تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة. إسرائيل احتلت هذه الأراضي في عام وفي حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين وحتى هاللحظة وإسرائيل مستمرة في احتلالها لهذه الأراضي واحتلالها لشعب وسكان تلك الأراضي. وبالتالي تحول من تبقى من الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرضه بعد نكبة عام 1947-48 أصبح شعباً تحت الاحتلال. الشعب الذي خرج بالقوة في عام 48 أصبح شعباً مشرداً لاجئاً، ومن بقي في أرضه أصبح شعباً تحت الاحتلال. هذه الويلات
هي ويلات مستمرة. في هذا العام عام 2017 أيضا ذكرى مرور 10 أعوام على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. في قطاع غزة هناك يسكن 2 مليون مواطن فلسطيني. في أكبر تجمع بكثافة عالية جدا في منطقة لا تتعدى 35 كيلومتر طول بمعدل 7 كيلومتر عرض، وفيها 2 مليون مواطن محاصرين في سجن كبير لا يستطيعون الخروج أو التحرك إلا بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو الوضع الذي نعيشه، وضع صعب للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لم يختار هذه المعاناة، لم يختار أن يكون شعباً لاجئاً، ولم يختار أن يكون شعباً تحت الاحتلال، ولم يختار أن يكون شعباً محاصراً، وإنما فرض عليه هذا الأمر من الخارج. أولاً بوعد بلفور قبل 100 عام، وبعد ذلك بقرار من الأمم المتحدة رقم 181 الذي تحدث عن تقسيم أرض فلسطين بين دولتين. المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي فشل في معالجة معاناة الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي عليه أن يجد حلاً لمعاناة الشعب الفلسطيني. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتهرب أي أحد أياً كان من هذه المسؤولية ليقول هذه ليست مسؤوليتي. هذه مسؤولية جماعية تقع على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي هو الذي اختار أن يخلق هذه الإشكالية وهذه المعاناة للشعب الفلسطيني عندما قرر في عام 1948 أن يقسم الأرض الفلسطينية إلى دولتين، دولة إسرائيل، وبقيت حتى هذه اللحظة دولة فلسطين التي تعاني من أجل أن تقوم لتصبح دولة حرة مستقلة تنضم إلى بقية دول وشعوب العالم في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية. أخذتنا تقريبا ربع قرن حتى انتقل الشعب الفلسطيني من وضع المعاناة إلى وضع الثورة، تقريبا ربع قرن منذ 48 وحتى 64، ربع قرن وهو يعاني، حتى قررت مجموعة من شبابه بأن تقود العمل الفدائي من أجل تحرير الوطن والعودة إلى الوطن. وأخذتنا ربع قرن إضافي لكي ننتقل من العمل الفدائي للوصول إلى قناعة بأهمية الدخول في عملية تفاوضية سياسية. عام عندما بدأت مفاوضات مدريد 91-92، ومن ثم مفاوضات أوسلو 93، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن أخذتنا أيضاً ربع قرن ونحن نفاوض، ربع قرن ونحن نفاوض، ولم يخرج من تلك المفاوضات شيء. السؤال المطروح بعد مرور تقريباً 25 سنة من عملية تفاوضية، ربع قرن، ما هي الخطوة القادمة؟ أنا بالنسبة لي إذا سألتوني ما هي المرحلة القادمة، أقول
الدولة الفلسطينية لا محالة، لا محالة. ولكن مؤشرات هذه الدولة لا زالت غير واضحة، لا زالت غير واضحة بعد مرور ربع قرن على المفاوضات التي بدأناها. ما هو المطلوب منا كشعب فلسطيني؟ أن نقدم حتى نحصل على ما نستحق، وهو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية التاريخية. قرار التقسيم الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى قسمين، كان المفترض أن نحصل تقريباً على 50% من مساحة أرض فلسطين لإقامة دولة فلسطين. إسرائيل أخذت ما لها واحتلت ما لنا، وبالتالي ما تبقى هو حوالي 22% من تلك المساحة التاريخية. لتأتي دولة إسرائيل في عام 1967 لتحتل هذه المساحة المتبقية 22%. والآن في الوقت الذي نحن قبلنا فيه أن نقيم دولة فلسطينية على مساحة 22% من الأرض فلسطين التاريخية، تأتي إسرائيل لتفاوضنا على تقاسم هذه المساحة أيضا. لا، أفضل تأخذ كل المساحة، خلينا نخلص. يعني الطريقة التي تنتهجها إسرائيل واضح، تأخذ ما لها وتطالب، وعندما تحصل تطالب، وعندما تحصل تطالب لكي تحصل على كل شيء، ليتحول الشعب الفلسطيني إلى شعب لاجئ بكامله. لدينا مشكلة حقيقية. المجتمع الدولي بغالبيته يقر بمبدأ حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها، تعيش جنبا إلى جنب إلى بجوار دولة إسرائيل. وبالتالي نحن قبلنا بهذا المبدأ، مبدأ حل الدولتين. وكان هناك شبه إجماع، إن لم يكن إجماعا، من قبل المجتمع الدولي على مبدأ حل الدولتين. أخذتنا تقريبا 50 عام لكي نصل إلى تلك القناعة بقبول مبدأ حل الدولتين. وأي تراجع الآن عن مبدأ حل الدولتين يعني أنها قد يأخذنا 50 عام آخر لكي نتفق على شيء آخر. لهذا السبب من الضروري بمكان أن نحافظ على مبدأ حل الدولتين، نلتزم به، نعمل من خلاله للوصول إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي. جاءت اتفاقيات أوسلو التي تفاوضنا بشأنها، وهي اتفاقيات مؤقتة وقعنا عليها في البيت الأبيض في واشنطن، وكان من المفترض أن هذه الاتفاقيات تنقلنا إلى الدولة مع عام 1999. خلال هذه الفترة من 93، 94، 95 نخوض مفاوضات حقيقية مع الجانب الإسرائيلي، ونصل في عام 1999 إلى إعلان الدولة. بهذه الطريقة نحن وافقنا على اتفاق أوسلو، على اعتبار أن اتفاق أوسلو هو اتفاق انتقالي، اتفاق مرحلي ينقلنا من الاحتلال إلى الدولة.
وبالتالي كل الهياكل الإدارية التي تشكلت نتيجة لاتفاق أوسلو هي هياكل مؤقتة بحكم أن الاتفاق أيضا هو اتفاق مؤقت. فكون الاتفاق أوسلو مؤقت، الهياكل المرتبطة باتفاق أوسلو هي أيضا هياكل مؤقتة. وكان من المفترض أن نصل إلى عام 99 للتخلص من هذه الهياكل المؤقتة وتشكيل هياكل دائمة للدولة. هذه الهياكل المؤقتة أصبحت هياكل دائمة، وهذا الاتفاق المؤقت أصبح اتفاق دائم. وعندما وصلنا إلى عام 99 لم نتمكن من الاتفاق على إعلان الدولة، لأن إسرائيل لم تنهي مفاوضاتها معنا، وإسرائيل تهربت من استحقاق إقامة الدولة، والمجتمع الدولي لم يكن على قدر المسؤولية في هذا الموضوع، خذلنا تماما. والآن نحن نعيش ضمن هيكلية من المفترض أنها هيكلية مؤقتة تنتهي في عام 99، والآن نحن في عام 2017 ولازلنا نعمل ضمن هيكلية مؤقتة كذا من المفترض أن تنتهي. عمرها الافتراضي ينتهي في عام 99 ولا زالت تعمل حتى 2017. كيف؟ ما بعرف. كل شيء له expire date، فترة انتهاء، صلاحية. هذه صلاحيتها، هذه الهياكل، هياكل أوسلو صلاحيتها كانت حتى عام 99. كيف تستطيع أن تبقيها تعمل حتى عام 2017؟ ونحن لا ندري كم من الوقت أيضا سوف نحتاج للعمل تحت هذه الهياكل حتى نصل إلى وضع نتخلص منه، من هذه الهياكل، ونقيم هياكل الدولة الفلسطينية. وضع صعب. كلما دخلنا في تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني كلما أدركتم حجم وحقيقة المعاناة التي يعانيها هذا الإنسان وهذا المواطن. إذن هذه الهياكل الدائمة لا تصلح، هذه الهياكل المؤقتة لا تصلح أن تكون هياكل دائمة، لا تصلح. الأنظمة والقوانين التي تم وضعها لكي تخدم مرحلة انتقالية لا تصلح أن تبقى لمرحلة دائمة. نحن ليس لدينا دستور constitution، لدينا bylaws. هذه bylaws تخدم لمرحلة انتقالية لا تستطيع أن تضخ بها الحياة إلى ما لا نهاية، ليست مهيئة لكي تخدم دولة بهذه الفترة الزمنية الطويلة. إذن إسرائيل لا ترغب أن نصل إلى مرحلة أن تقام الدولة الفلسطينية، والعالم لا يحاول الوصول إلى هذا الوضع، ونحن الشعب الفلسطيني ندفع الثمن، ندفع ثمن الرفض الإسرائيلي، وندفع ثمن الفشل الدولي العالمي في تحمل مسؤولياته. على الأرض كل يوم يمر هناك مزيد من المعاناة، كل يوم يمر هناك مصادرة لأراضي فلسطينية جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كل يوم يمر هناك توسيع لحدود دولة إسرائيل على حساب الأرض الفلسطينية ودولة فلسطين المستقبلية، كل يوم يمر هناك بناء استيطاني إسرائيلي غير قانوني وغير شرعي على أرض فلسطين، كل يوم يمر هناك هدم منازل لمواطنين فلسطينيين أبرياء،
كل يوم يمر هناك معاناة مستمرة لشعبنا الفلسطيني أطفالاً وشيوخاً. كل يوم يمر هناك قوانين فاشية جديدة تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. كل يوم يمر هناك حواجز جديدة يتم وضعها. هناك اغتيالات لأطفال، هناك اغتيالات لمستقبل ولأمل الشعب الفلسطيني. صحيح عندما نذهب إلى الأمم المتحدة، صحيح عندما نذهب إلى المؤسسات الإقليمية والدولية، صحيح عندما نتحدث مع الدول بشكل ثنائي، الجميع يقر بحقوق الشعب الفلسطيني. هناك إجماع دولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته، ولكن هذا الإجماع لا يترجم ولا ينعكس بخطوات عملية على الأرض تسرع وتعجل في إنهاء الاحتلال وفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. حتى عندما نذهب إلى الأمم المتحدة نطرح قضايانا، نطرح معاناتنا، كان ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان ذلك في مجلس الأمن أو في أي مكان آخر، نجد أن هناك دولة ما دائما تقف لتحمي دولة إسرائيل. مهما اقترفت إسرائيل من جرائم ومن خروقات بحق الإنسان الفلسطيني، إسرائيل دائما تشعر أنها محمية من تلك الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. وعندما يريد المجتمع الدولي أن يحاكم ويحاسب إسرائيل، تنبري هذه الدولة للدفاع عن إسرائيل وحمايتها باستعمال حق النقد الفيتو. وعليه إسرائيل تشعر أنها دائما فوق القانون، لا تحاسب، وهذا يخلق لديها شعور بضرورة الاستمرار، بإمكانية الاستمرار في فرض وقائع وصعوبات ومعاناة جديدة بحق الإنسان الفلسطيني. هذه هي مشكلة حقيقية. هناك دول كثيرة تخاف من نعتها بمعادات السامية، وبالتالي تتهرب من مواجهة إسرائيل ومن تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. يتهربوا خوفاً من نعتهم بمعاداة السامية. أقول لكم هناك فرق كبير بين انتقاد إسرائيل وهذا مشروع، وبين أن يكون الإنسان لا سامياً. إسرائيل تحولت بحكم احتلالها للأرض الفلسطينية وللشعب الفلسطيني إلى دولة احتلال، وبالتالي نستطيع أن ندين إسرائيل كدولة احتلال. نحن نستطيع أن ندين إسرائيل كدولة أبارتهايد، فصل عنصري، لأنه ما تقوم به في الأرض الفلسطينية المحتلة يساوي إن لم يكن يزيد عما كان موجوداً في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري. نستطيع أن ندين إسرائيل كونها أصبحت دولة فاشية بكل معنى الكلمة لتمرير قوانين وأنظمة في مؤسساتها وفي مجالسها التشريعية البرلمان، أنظمة فاشية بكل معنى الكلمة. نعم، كل إنسان يستطيع أن يرفع صوته ليدين إسرائيل على فاشيتها، على نظامها العنصري وعلى احتلالها، ولا يجب أن يرهق أو يخاف من إدانته باللاسامية. للأسف الشديد هناك من يخاف أن يفرق، وبالتالي يتهرب من المسؤولية، والضحية دائما الشعب الفلسطيني. ضحية هذا الخوف وهذا الهروب الدولي لمواجهة الحقيقة وتحمل المسؤولية دائما يدفعه الإنسان الفلسطيني على مدار سنوات طويلة.
نحن كشعب فلسطيني وكقيادة فلسطينية قبلنا بحل الدولتين على 22% من فلسطين التاريخية. إسرائيل لا تقبل، لا تقبل. نحن قبلنا بالقدس الشرقية عاصمة لنا والقدس الغربية عاصمة لهم، على أن تكون المدينة مدينة مفتوحة لكل الديانات، كانت مسيحية إسلامية أو يهودية. إسرائيل لا تقبل. نحن قبلنا برغم أننا تحت الاحتلال ونعاني، ومع ذلك قبلنا بحدود عام 67 كأساس للسلام، لاتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. إسرائيل لا تقبل. نحن قبلنا بحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب مبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها من قبل الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002. حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، ولدينا أكثر من 6 إلى 7 مليون فلسطيني لاجئ. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بتبادل الأراضي ضمن الحل التاريخي، تبادل الأراضي بمساحة تقريبا 2% تشمل الكتل الاستيطانية الكبرى الإسرائيلية. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بطرف ثالث يوفر الأمن لإسرائيل والحماية لنا، يتواجد على الأرض الفلسطينية لفترة طويلة. إسرائيل لا تقبل. حتى أننا قبلنا أن يكون هذا الطرف الثالث الناتو. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بلجنة ثلاثية لمحاربة ومكافحة التحريض. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بإطار تفاوضي دولي. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بالعودة لقرارات الأمم المتحدة جميعها كمرجعية لأي عملية تفاوضية. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بالتحكيم الدولي لحل هذا الخلاف. إسرائيل لا تقبل. قبلنا بالمفاوضات دون شروط مسبقة. إسرائيل لا تقبل. قبلنا باللقاء وجها لوجه الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء نتنياهو في أي مكان في العالم من أجل البدء بأي عملية تفاوضية. إسرائيل لا تقبل. ماذا يمكننا أن نعمل أكثر من ذلك؟ ماذا نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك من أجل أن تقبل إسرائيل؟ من أجل أن تجلس إسرائيل معنا؟ من أجل أن تتفاوض إسرائيل معنا؟ من أجل الوصول إلى اتفاق سلام ينهي هذه المعاناة معنا؟ من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة متواصلة جغرافيا والقدس الشرقية عاصمة لها؟ ماذا يمكننا أن نعمل؟ فعلا وضع صعب ووضع معقد إلى درجة كبيرة. بدأت إسرائيل بالضغط علينا بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة، مستغلة العملية الانتقالية ما بين الإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الأمريكية الحالية. شرعت إسرائيل قرارات في الكنيسة البرلمان الإسرائيلي يمنع رفع الأذان عبر الجوامع الفلسطينية، وأنتم تعلمون في الديانة الإسلامية ينادى
للصلاة من قبل الجوامع. حتى ذلك أصبح ممنوعا لأنه يزعج المستوطنين غير الشرعيين الذين يقيمون على الأرض الفلسطينية بجوار تلك الجوامع والمجمعات الفلسطينية. إسرائيل بدأت بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحديدا اعتدائها على المسجد الأقصى، ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين حسب الديانة الإسلامية. أولى القبلتين، أولى القبلتين بالنسبة للديانة الإسلامية، وهي الآن تدعي بأن لها حقا في ذلك المكان المقدس بالنسبة للمسلمين، وهي فرضت الآن ما يسمى بالتقاسم الزماني باتجاه التقاسم المكاني. هذا المكان المقدس بالنسبة للمسلمين الآن تمنع المسلمين من دخوله خلال ساعات الصباح، تمنعهم بالكامل هذا المكان المقدس للمسلمين، وتسمح للمستوطنين اليهود بدخوله بحماية الشرطة الإسرائيلية، ويقومون بشعائرهم التلمودية والصلاة فيه على اعتبار أنه من وجهة نظرهم مكانا مقدسا لليهود. إذن تم تقسيم المكان زمانيا، والآن يتحدثوا عن تقسيمه مكانيا بحيث يخصصوا أماكن محددة لهم وأماكن محددة للمسلمين باتجاه أيضا تدمير هذا المكان وبناء ما يسمى بالهيكل مكانه. هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدفعنا نحن ليس فقط كفلسطينيين وإنما كعرب وكمسلمين بأن يتحول الصراع من صراع سياسي يمكن إيجاد حل سياسي له إلى صراع ديني غير قادر على إيجاد أي حل له. عندما يتحول الصراع إلى صراع ديني لن يعد هناك إمكانية لوجود أي حل. أما إذا أبقينا على الصراع صراعا سياسيا فهذا ممكن. إسرائيل تعمل على نقل الصراع إلى صراع ديني، وبالتالي لن يبقى الصراع محصورا بإطاره الفلسطيني الإسرائيلي وإطاره العربي الإسرائيلي، وإنما سوف يشرع لكي يغطي الإطار الإسلامي اليهودي. وهذه معركة ومواجهة خطيرة جدا، لن تنحصر في القدس ولن تنحصر في فلسطين ولن تنحصر في أي رقعة وأي مكان في العالم على الإطلاق. من يتحمل هذه المسؤولية؟ إسرائيل. هي تدرك ذلك تماما وتعي ما تعمل ما تقوم به، ومع ذلك هي مصرة على الاستمرار في القيام به. إسرائيل تشرع سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة، شرعت قانونا يسمى قانون التسوية تسمح بمصادرة الأرض الفلسطينية الخاصة لبناء مستوطنات عليها. لا يكفي أنها تصادر أراضي الدولة، لا يكفي أنها تصادر الأراضي الأميرية تصنيفات معينة لدينا، وإنما أيضا أصبحت تصادر أرضي ملكي الخاص المسجلة باسم أي مواطن، تصادره من أجل أن تبني عليه مستوطنة لليهود في الأرض الفلسطينية. هي تسرق الأرض، هي تسرق المياه، هي تسرق الهواء بعد أن سرقت الحرية، وبالتالي تقتل الإنسان. السياسة الإسرائيلية هي سياسة إحلال، وليس فقط سياسة احتلال، وإنما سياسة إحلال. إحلال بمعنى إلغاء وجود الفلسطيني وأن يحل مكانه وجود آخر كولونيالي هو وجود يهودي خالص.
إسرائيل تقتل الأطفال، تخطف الأمل من الإنسان، إسرائيل تقلب الحقيقة وتشوه الواقع. السؤال هو من يستطيع أن يقف في وجه إسرائيل؟ هذا هو السؤال. ومتى يمكن وقف معاناة الشعب الفلسطيني والإنسان الفلسطيني؟ متى يمكن؟ وماذا ينتظر العالم حتى يتدخل في هذه المعاناة الشعب الفلسطيني؟ نحن نعيش تحت احتلال منذ عام 67. زملائي الموجودين معي باستثناء السفير كلهم ولدوا بعد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لم يشعروا في لحظة من اللحظات في حياتهم حتى الآن معنى الحرية. معنى الحرية، ماذا يشعر الإنسان عندما يكون حرا؟ لا يعرفون هذا الشعور حتى هذه اللحظة، لأن هذه الأجيال من الشعب الفلسطيني الذي ولد بعد الاحتلال، نتحدث عن احتلال مستمر لمدة 50 سنة، لا يعرف هذا المعنى. أنا كان عمري 11 سنة عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي، والآن شعري أبيض، لدي عائلة، أولاد، وقد يشكلون عائلات جديدة، والاحتلال مستمر. لهذا السبب نحن نسأل، هل 5000 قتيل فلسطيني كافية لكي تحرك العالم لكي يتدخل؟ الحروب الإسرائيلية ضد قطاع غزة خلال السنوات 5 الماضية فعلا نتائجها كانت أكثر من 5000 قتيل وشهيد فلسطيني، لكنها لم تكن كافية. ما هو الرقم الكافي لكي يتدخل المجتمع الدولي؟ هل هو 50000 قتيل فلسطيني؟ هل هو 100000 قتيل فلسطيني؟ هل تدمير 30000 بيت كما تم تدميره في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة كافية لكي يتدخل المجتمع الدولي؟ 30000 تدمير 30000 بيت لم يكن كافيا، لأن المجتمع الدولي لم يتدخل. كم نحتاج إلى تدمير 50000 بيت، 100000 بيت، 200000 بيت حتى يستطيع أن يتدخل، حتى يقرر المجتمع الدولي أن يتدخل؟ حقيقة وضع صعب جدا. ما الذي يكفي للتدخل؟ لو نعرف ما الذي يكفي للتدخل حتى نستطيع على الأقل أن نتعامل مع مثل هذا الواقع، ولكن هذا الموضوع في غاية الصعوبة. بالنسبة لنا حقيقة عندما نتحدث عن تلك الأفاق السلام في الواقع الذي نعيشه الآن، ما هي الخيارات المتاحة أمامنا؟ الخيارات المتاحة أمامنا منذ أكثر من 23 سنة كما أنا أشرت، ربع قرن، ونحن لدينا خيار المفاوضات الثنائية. خيار المفاوضات الثنائية، نجلس نحن مع الإسرائيليين في غرفة مغلقة لوحدنا، والمجتمع الدولي خارج تلك الغرفة لا يعرف ماذا يحدث داخل تلك الغرفة. في داخل تلك الغرفة لا يوجد توازن ما بين الطرفين. لماذا؟ الإسرائيلي هو الذي يحتل ونحن الشعب تحت احتلاله. كيف نستطيع أن نتفاوض ضمن هذه الموازين القوى؟ لا يوجد مساواة، لا يوجد مساواة على الإطلاق. حتى أستطيع أن أصل إلى تلك الغرفة أنا كفلسطيني مفاوض، حتى أستطيع أن أصل إلى تلك الغرفة لكي أجلس مع الإسرائيلي وأفاوض على مستقبلي، أنا بحاجة لموافقته لكي يسمح لي بالخروج من بيتي ومن قريتي أو مدينتي للوصول إلى ذلك المكان. هذا هو المنطق. المنطق أنه يستطيع أن يمنعني من الوصول أصلاً إلى تلك الغرفة للتفاوض، وعندما أجلس في تلك الغرفة ممكن يقول لي
دير بالك إذا بتزيدها بحطك في السجن، أو إذا بتزيدها بمنع عنك الكهرباء، أو بمنع عنك المي، أو بمنع عنك الإنترنت، أو بسمح لكش مرة تانية ترجع المفاوضات. ابتزاز واضح، لأنه ما في توازن في الموقفين. دولة محتلة تجلس مع دولة تحت الاحتلال بدون أن يكون هناك طرف ثالث. استمرينا في هذا الوضع 25 سنة. لهذا السبب ما في نتيجة، لأن إسرائيل لا تريد أن تصل إلى نتيجة. إسرائيل مرتاحة من الاحتلال، كل يوم في الاحتلال مستمر يعني أنها تستطيع أن تصادر أرض جديدة، تبني مستوطنات جديدة، وتضم أراضي جديدة فلسطينية إلى أراضي دولة إسرائيل، وتغير في واقع المعيشي والحياتي في الأرض الفلسطينية المحتلة. هل تعلمون أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحدد حدودها حتى هذه اللحظة؟ إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تستطيع أن ترسم حدودها، لأن كل يوم هناك حدود جديدة تفرضها إسرائيل من خلال مصادرتها لأرض فلسطينية وتضمها إلى دولة إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، الاحتلال واستمرار الاحتلال مفيد، لأنه يضخم هذه المساحة الأرض الإسرائيلية من خلال دائما الضخ باتجاه مصادرة أراضي فلسطينية إليها. هل تعلمون بأن الاقتصاد الفلسطيني المصادر منذ عام 67 وحتى هذه اللحظة أصبح اقتصادا أسيرا خاضعا للاقتصاد الإسرائيلي؟ الاقتصاد الفلسطيني هو ثاني مصدر استهلاك للبضائع الإسرائيلية بعد الاتحاد الأوروبي. نحن نشتري بضائع إسرائيلية بما قيمته تقريبا 10 مليار دولار سنويا، وهناك شركات إسرائيلية كثيرة تعمل لكي تضخ منتجاتها إلى الأرض الفلسطينية والمستهلك الفلسطيني. وبالتالي استمرار الاحتلال أصبح مفيدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية تستفيد من هذا المستهلك الفلسطيني، فليس فقط هي من حيث مصادرة الأرض ومضاعفة الحدود، وإنما أيضا اقتصاديا من خلال الاستفادة من هذا المستهلك الفلسطيني على مدار السنوات الطويلة. حتى خيار المفاوضات الثنائية إسرائيل لا تريده. إسرائيل تستغله وتستعمله فقط من أجل ديمومة الاحتلال، ومن أجل الاستفادة منه على مستوى الجغرافي وعلى المستوى الاقتصادي. الخيار الثاني هو خيار تدويل الصراع. تدويل الصراع بمعنى العودة إلى الأمم المتحدة وتدويل الصراع. وهناك لدينا قرارات عديدة في الأمم المتحدة، في الجمعية العامة، في مجلس الأمن، التي تسمح لنا بأن نحدد حدود وإطار اتفاق سلام ينهي الاحتلال. القانون الدولي يعطينا أيضا مخارج كثيرة. يمكن أن يكون هناك قرار جديد في مجلس الأمن ضمن عملية التدويل للصراع، ولكن إسرائيل لا تريد. إسرائيل لا تريد خيار المفاوضات الثنائية، وإنما تستغله من أجل تضخيم ذاتها حدوديا. إسرائيل لا تريد تدويل الصراع والعودة إلى الأمم المتحدة، لأن هذا لا يفيدها. الخيار الثالث هو خيار الوضع القائم، الستاتوس كو، الوضع القائم، وهو خيار إدارة الصراع بدلا من حل الصراع. إدارة الصراع بمعنى نعطي الفلسطينيين الفتات شوي، نسمح لهم يتنفسوا، نسمح لهم يسافروا، نعود نسكر عليهم، نعود نفتح، نعود نسكر، نعود نفتح، نعود نسكر، وبالتالي تستمر الأمور هكذا إلى ما لا نهاية. هذا الوضع لن يصمد على الإطلاق، لأنه يحول الصراع إلى مواجهة بعد ذلك. هذه الأجيال الجديدة التي لن تقبل
ما قبلنا به نحن. ثم هناك خيار الحلول المؤقتة، الحلول الجزئية، وهي أيضا غير مقبولة بالنسبة لنا كفلسطينيين، فالمؤقت يتحول إلى دائم في التعامل مع إسرائيل. هناك خيار دولة غزة، وهو أيضا مرفوض، لأنه نحن نقول بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. الدولة يجب أن تقام على أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لها. يبقى خيار الدولة الواحدة، خيار الدولة الواحدة، وخيار الدولة الواحدة له طريقان: إما الطريق الديمقراطي الذي يقول لكل مواطن حق وصوت، وهذا يعني أنه في الإطار الديمقراطي قد نصل نحن كفلسطينيين في فلسطين التاريخية لكي نصبح الأغلبية ديمغرافيا، وهذا لن تقبل به إسرائيل. وإما الطريق الآخر، وهو أن يكون هناك دولة ولكن بنظامين، نظام خاص لليهود ونظام خاص لنا كفلسطينيين وعرب، بمعنى نظام التفرقة العنصرية، نظام الأبارتايد. وهذا قد تقبل بإسرائيل ولكن نحن نرفضه، ونأمل أن يرفضوا أيضا المجتمع الدولي. خيارات صعبة في هذا الإطار، ولكن نحن متفائلون دائما بأن الوضع لن يبقى على ما هو عليه، وأن الظروف يجب أن تتغير، وأن كل من بدأ يجب أن ينتهي، وأن الحقيقة يجب أن تظهر في النهاية، وأن هذه الدولة الفلسطينية التي أسسنا لها وبنينا مؤسساتها وهي قائمة على أرض الواقع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يجب أن نزيح عنها هم الاحتلال لكي تأخذ هذه الدولة كل إمكانياتها ومقوماتها وتتحدث في كل المستويات. هذه الدولة التي حصلت على دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتصويت 138 دولة، هذه الدولة التي يعترف بها 138 دولة في العالم، هذه الدولة التي لديها 100 سفارة في العالم، هذه الدولة التي تقيم علاقات طيبة مع كل الدول العالم، هذه الدولة تستطيع أن تساهم في إرساء أسس السلام والاستقرار والنمو والتنمية، ليس فقط في فلسطين وفي المنطقة، وإنما أيضا في العالم أجمع. هذه الدولة هي بحاجة لمن يساعدها، يأخذ بيدها لكي تنتقل من دولة تحت الاحتلال إلى دولة مستقلة كاملة السيادة. شكرا لكم.